أنت هنا لست للحكم علي، بل للحكم على نفسك، وهي الأولى والأجدر بهذا الحكم الصادر منك. لقد تتغير بحياتك ويستقيم حالك. الخبيث يستلذ باللوم، فلذة الخبث في نفس الحاسد كلذة المال المنهوب في يد الفاسد، والطيب يستلذ بالطيبة فلذة الطيبة في نفس الودود كلذة ورق التوت في فم الدود. الإسلام شرع لنا أسس تجعلنا الأفضل، لكننا تخطيناها وتجاوزنا الحدود. فالشجاع فينا أصبح الحقود، والجبان في نظرنا هو الودود. للأسف نعيش في متاهة، الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود. حرفنا مفاهيم الآية، تجاهلنا الهامة وصفقنا للطامة. خلطنا الأوراق بل اهتممنا بدعم تجارة الدم بين الأعراق، حتى وإن تجاوزت تلك القضايا لبنة الأخلاق. ما تمارسونه أعزائي هو قمة في الملل، تتحدثون كثيرا عن إصلاح العقول دون عمل، وتتفرجون على اليأس بابتسامة وهو يقتل الأمل. تعالوا فلنحيي ذلك الأمل، فالكثير من أبنائنا صامتون يرون تلك الأخطاء الكارثية من آبائهم فيشعرون بالخجل. في المقابل إعلامنا متهتك للسذاجة وللسخافة وللخرافة محرك. لا زال البعض حتى الآن يناقش هل الجان ذكر أو أنثى، ولا زال البعض يفرحون ويحزنون من مجرد تحليل رؤيا. صدقوني هذا هو الجهل بأم عينه، وهو دليل على أن درجة التفكير عند أولئك دنيا لا أمل أن تصبح عليا. خلاصة ما أريد قوله، الأمل فيكم أيها الشباب الطموح، لذلك حرروا عقولكم. فكم من شعلة في الماضي رأيناها فتنة وجردناها من قبضة صاحبها.